أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها لمناقشة تداعيات قضية محاولة الميليشيا بيع مرافق الدولة اليمنية في الخارج. كشف سفير اليمن لدى المملكة المتحدة ياسين سعيد نعمان عن مساع للانقلابيين في صنعاء لبيع أصول وممتلكات السفارة اليمنية في لندن. وأوضح نعمان أن هناك عصابات تابعة للانقلابيين تم تنظيمها من أجل بيع أصول وممتلكات الدولة في الخارج، وأشار إلى أن السفارة اليمنية في لندن تمكنت من إحباط المخطط، محذرا بقية البعثات في العالم من خطوات الانقلابيين، خصوصا مع احتفاظهم بالوثائق الأصلية لتلك الممتلكات في مبنى وزارة الخارجية بصنعاء. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي يعنيه قيام الميليشيا بخطوات بيع السفارات اليمن؟ وأين دور حكومة من تلك الترتيبات؟ نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. معركة جديدة نشبت بين الحكومة والإنقلابيين، ميدانها السفارات والمقار الدبلوماسية اليمنية في الخارج. لم تتمكن خارجية الإنقلابيين من فرض نفوذها على البعثات اليمنية، فلجأت إلى مخطط لبيع الحيازات الدبلوماسية عبر شبكة من السماسرة الذين ينتمون إلى جنسيات إيرانية ولبنانية، جرى تنظيمها لهذا الغرض وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية. بدأت القصة عندما تفاجأت البعثة الدبلوماسية اليمنية في لندن بتحركات لبيع سكن السفير اليمني في العاصمة البريطانية، استناداً إلى وثائق وأصول الملكية التي تقع في حوزة الإنقلابيين بصنعاء. التحركات ترافقت مع حملة منسقة استهدفت إلصاق تهمة بيع الحيازات الدبلوماسية في الخارج بالسلطة الشرعية، وتحديداً بوزير الخارجية والرئيس هادي ممثلاً في نجله، بعد أن تأكد الطرف الإنقلابي على ما يبدو بأن مخطط البيع ماض استناداً إلى الوثائق والأصول الموجودة لديه. معركة الحيازات الدبلوماسية اليمنية في الخارج لا تزال تتفاعل، ما اضطر وزارة الخارجية إلى إصدار بيان أوضحت فيه أن وثائق وممتلكات السفارات اليمنية في الخارج موجودة في مبنى وزارة الخارجية بصنعاء الذي استولى عليه الإنقلابيون، وأن هشام شرف الذي ينتحل صفة وزير الخارجية هو الذي مكن الحوثيين من الاستيلاء على الوثائق والتغطية على البيع. خارجية الإنقلابيين بدورها أصدرت بياناً أوضحت فيه أنها هي من أوقف عملية بيع سكن السفير في لندن، دون أن تورد مبرراً واحداً لوجود وثائق أصلية في حوزة السماسرة والمحامين الذين كانوا قد شرعوا في مباشرة عملية البيع لسكن رسمي تابع للحكومة اليمنية في لندن، وهي الوثائق التي لا توجد سوى في خزانة الخارجية بصنعاء. المتابعون للمسار الجديد من المواجهة بين الحكومة والإنقلابيين لا يرون نهاية سريعة لهذه المواجهة التي تعتمد في بعدها القانوني على وثائق رسمية بحوزة الإنقلابيين. ستبقي المقار الدبلوماسية المملوكة للدولة اليمنية في الخارج رهن مخطط البيع هذا الذي يبدو أنه يطال كل شيء في اليمن المنكوب بالحرب. أجدد الترحيب لكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من لندن، عبد الوهاب طواف مستشار سفارة اليمن في بريطانيا. أهلا بك سيادة المستشار. أهلا وسهلا بكم أخواني الأعزاء. حياكم الله. في البداية، إذن ما هي يعني ملابسات قضية بيع مرافق السفارة في لندن؟ أخي العزيز، فوجئنا بإنزال الخبر من قبل الأستاذ علي البخيتي يوم 5 من هذا الشهر، واعتقدنا أن الموضوع هو مجرد دسيسة أو خبر جاء من أحد كما ذكرت التابعين لما لخلايا إيران وحزب الله هنا، وسينتهي الموضوع. فكان رد أوضح الأخ السفير الدكتور ياسين في منشور أن الموضوع هذا عن الصحة وغير صحيح، وكذلك حتى أنا في صفحتي في الفيسبوك نفينا هذا الكلام، وتواصلت حتى شخصيا بالأخ علي البخيتي وقلت له هذا غير صحيح. اليوم الثاني تفاجأنا أن هناك ما يسمى هناك رسائل من حكومة الانقلاب في صنعاء حول هذا الموضوع، وطلب للحكومة البريطانية بتوقيف أي بيع. استغربنا أن الموضوع بهذا الصورة، وبدأنا
بدأنا نفكر جديا ان هناك فعلا لعبة يديرها عناصر من حزب الله وعناصر التابعة لإيران لبيع ممتلكات السفارة، خصوصا ان كل وثائق العقارات وممتلكات السفارات هي في وزارة الخارجية، وبالتالي ستكون حتما في ايدي الحوثيين. فعلى طول اجتمع معنا الدكتور ياسين وعملنا رسالة وراح أحد أعضاء السفارة إلى وزارة الخارجية وقدمنا طلب بتوقيف والتنبي لهذا الأمور وتوقيف أي عمليات لهذا الموضوع. أنا بدوري بصورة شخصية تواصلت مع هشام شرف وزير الخارجي فيما يسمى بحكومة الإنقلابيين التي الغير شرعية وسألته عن الموضوع، قال أن الموضوع له شهر جاءتهم معلومات أن هناك محاولة للبيع، فقلت لما ما في ان هذا الكلام، والدكتور ياسين حقيقه فوق مستوى الشبهات وكذلك الحكومه الشرعيه. ف اتضح فعلا ان هذه الخليه التي تنشط هنا بدعم ايراني لتشويه الحكومه الشرعيه وتشويه السفاره وتشويه الدكتور ياسين لمواقفه ضد الانقلاب. حقيقه تقييم الشخصي هي محاولات لشد الانتباه وحرف الأنظار إلى معارك جانبية ونسيان الناس ما يدور في الداخل وحرف أنظار الناس عن معركتنا الأساسية التي هي معركة استعادة وطن ومعركة الدفاع عن الهوية. وفعلا نجحوا خلال هذا اليوم اليومين الماضيين بحرف أنظار الناس حول هذا الموضوع، ولكن الموضوع يعني لا 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 أساس له من الصحة. الآن فعلا الخوف عن ما يمكن أن يعملوا لأن كل وثائق ممتلكات السفارات هي لديهم. طيب في صنعاء. أستاذ عبد الوهاب، أنت حدثت عن يعني دور يمكن أن يقال أنه إيجابي بالنسبة لي يعني هشام شرف في هذا الموضوع، لكن بيان الخارجية اليمنية في وكالة سبأ الشرعية يتحدث على أنه هو من استولى يعني هو من مكن الحوثيين من الاستيلاء على الوثائق الموجودة بداخل مبنى وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء. كيف يفهم هذا الدور إذن بشكل عام؟ الحوثيين استولوا على كل شيء في الداخل من سلاح ومعدات، وصلبهم أنهم استولوا حتى على معدات الرياضة من داخل رئاسة الجمهورية وإرسالها إلى صعدة. بلا شك كل شيء لديهم، ولكن حقيقة أنا شخصيا لازلت لم أفقد الأمل في هشام شرف أو في قيادات المؤتمر الشعبي العام، لأننا نختلف معهم سياسيا وليس كاختلافنا مع مليشيات. طبعا بيان الحكومة الشرعية أو وزارة الخارجية هم الأدرى ونحن سنقف وراء، لأنه في الأخير هم الجهة الرسمية وهم يعني لديهم من المعلومات ما يكفي للخوف والخشية حقيقة حول كل ما أثير. وكانت الخشية أنهم يشعلوا نيران هنا وهناك، دخان هنا وهناك لحرف الأنظار عن فعلا بيع ممتلكات السفارات في غير لندن. احتمال نجد أنه قد تم التفريط وبيع ممتلكات السفارات خارج حتى أوروبا أو في الدول العالم الثالث، خصوصا أنهم هؤلاء لم يقفوا ولم يتورعوا في شيء. في صنعاء فرضوا بأرضية للسفارة التركية وباعوها بحوالي 3 أو 4 مليار ريال، وبالتالي سيضيع على اليمن مقابلها أرضية خصصتها الحكومة التركية لسفارتنا في أنقرة وهي بأغلى بكثير. هؤلاء لا يهمهم إلا البيع ونقل الأموال إلى المنازل. طيب. وإلى سعد. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيادة المستشار. دعني أرحب بمن ينضم إلينا الآن أيضا من بريطانيا، المحلل السياسي دكتور محمد جميح. أهلا بك دكتور. دكتور محمد، دكتور محمد هل تسمعني؟ نعم أسمعك. أهلا وسهلا بك. إذن كيف تتابع هذه القضية؟ يعني ما أثير حول محاولة الميليشيا بيع مرافق تابعة للدولة اليمنية في الخارج. هو على ما يبدو بعد يعني تواصلنا مع ضيفكم الكريم سعاد الوهاب وتواصلت مع سعاده السفير دكتور ياسين، والخلاصه خلاصه التواصل ان
الحوثيين يضغطون عن طريق حسين العزي على وزير الخارجية في حكومة الانقلاب لتسليم وثائق ممتلكات الدولة اليمنية في الخارج من سفارات وملحقيات ومنازل سفراء. لا نعرف حتى هذه اللحظة هل تمكنوا من الوصول إلى هذه الوثائق أم لا، هل سلمهم الأستاذ هشام شرف أم لا، لكن المعروف أن علم بالأمر واطلع على الأمر الدكتور ياسين وتكلم في الموضوع وخاطب الخارجية اليمنية من أجل مخاطبة السفارات المختلفة للاحتياط للأمر، وحسب ما حدثني الأخ السفير بأنه خاطب البريطانيين كذلك بالموضوع وبأن هذه ممتلكات الدولة اليمنية التي تملكها نيابة عن الدولة الحكومة المعترف بها أو الشرعية المعترف بها دوليا، وبالتالي من باب الاحتراز ينبغي تأمين هذه المباني. نحن نمتلك هنا في بريطانيا مبنى السفارة ومنزل السفير، ولدينا أيضا في برمنجهام مدينة برمنجهام مبنى كان يعد قنصلية من قبل لكنه يعد من ضمن ثلاث المباني المملوكة لليمن. فهذه المباني الآن مؤمنة. يبدو أن الحوثيين عندما أفسدت عليهم هذه الخطة أرادوا أن يعكسوا الحرب، شنوا على السفير في بريطانيا حملة شعواء بأنه يسعى لبيع منزل السفير مع أنه لا يملك أوراق هذا المنزل ولا يمكن لسفير أن يبيع المبنى. نحن في بريطانيا أنت لا تستطيع أن تبيع إلا ما تملك أنت، ومعروف أنه في القانون البريطاني وفي القانون اليمني وفي القوانين الدولية فإن مبنى السفير أو منزل السفير هو مسجل باسم الحكومة اليمنية، ليس من حق السفير أن يبيع. وبالتالي هذه حملة أنا لا أدافع عن الدكتور ياسين، لكن المنطق يقول أن هذه الحملة هي حملة بالإضافة إلى أنها رعناء وهوجاء إلا أنها حملة تفتقر إلى الأخلاق وإلى العقل وإلى المنطق، لأنه حتى ولو أراد أي سفير أن يبيع منزل السفير غير المملوك له فإن أي محام لا يمكن أن يقبل بهذا البيع. الأمر واضح عندما كشفت محاولاتهم لأنهم يمتلكون الوثائق الأساسية في الخارجية في صنعاء، الوثائق الأساسية وثائق الممتلكات يمتلكونها، يمتلكون هذه الملكيات، وأرادوا أن يقوموا بعمليات لعب هنا وهناك، أو أنهم تصوروا أن الأمر يمكن أن يكون ميسورا كما باعوا أرضية السفارة التركية كما أشار الأخ المستشار عبد الوهاب، ظنوا أنه بإمكانهم أن يبيعوا الممتلكات في الخارج. كشف الأمر، فلما كشف الأمر عادت الحملة الإعلامية لترتد على من كشف هذا الأمر الذي بلغ الحكومة اليمنية بوجوب الاحتراز وبلغ البريطانيين بوجوب الاحتراز. وبالمناسبة هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الانقلاب كما أبلغت من الدكتور ياسين أبلغ محاميا مغمورا يبدو هنا بالاحتياط للأمر حتى لا يتم بيع منزل السفير. هذا المحامي خاطب السفارة والسفارة حدث له موعدا الجمعة الماضية في 12:30 لكنه لم يحضر، وتم التواصل معه ليرد على تلفوناته لكنه لم يرد. ربما أن المحامي أدرك أن الموضوع داخل ضمن القضايا غير المهمة أو أنه لا يستطيع أن يدخل في هذه القضية لأنها قضية يعني ملعوبة إن جاز التعبير باللهجة العامية، وبالتالي لم يحضر. لكن بشكل عام أنا من خلال المعلومات التي لدي أستطيع أن أؤكد أن الممتلكات اليمن في بريطانيا حسب ما لدي المعلومات يعني محرزة ولا يمكن أبدا أن يمتد إليها أحد، حتى لو حاول الانقلابيون أن تطالها أيديهم فإنهم لن يتمكنوا لأنها ليست مملوكة لهم، على الرغم من أنه ينبغي الاحتياط لنقطة محددة وهي أن الممتلكات الأصلية لهذه الممتلكات أو الوثائق الأصلية لهذه الممتلكات موجودة في وزارة الخارجية في صنعاء التي ربما يتم الضغط للحصول عليها من قبل الحوثيين. والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن حسين العزي القيادي في جماعة الحوثي وعضو مؤتمر الحوار الوطني يريد أن يضغط أو يضغط يستولي على هذه الممتلكات أو هذه الوثائق من وزير الخارجية المعين وهو من المؤتمر الشعبي العام. وأنا أعتقد أن الأستاذ هشام شرف لن يفرط في هذه الممتلكات رغم اختلافنا معه لوقوفه مع الانقلاب ولأنه رضي بأن يكون وزيرا في حكومة الانقلاب، لكنه رجل دولة ويعرف أنه لا يستطيع أن يفرط في هذه الممتلكات
ولو أراد فإنه لا يستطيع أن يبيعها. طيب دكتور أرجو أن تتفضل بالبقاء معي، أعود إلى المستشار الأستاذ عبد الوهاب طواف. سيادة المستشار، إذن يعني الآن هناك ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي حملوا الحكومة الشرعية في البداية مسؤولية ما كان سيحدث من بيع، ثم يعني انتشرت وثائق تشير أو تتحدث إلى دور لوزارة الخارجية فيما يعني يعرف بحكومة الانقلابيين في صنعاء، ثم تم التدارك الأمر بالنسبة للسفارة اليمنية ومن ثم بيان وزارة الخارجية. بالنسبة لموضوع اتهام الحكومة اليمنية في الشروع بهذا بعملية البيع، كيف تتعاملون مع ذلك أنتم في السفارة؟ أولا أنا أعارض كلمة وثائق، هي ليست وثائق التي نشروها، هي عبارة عن مراسلات للأخ هشام شرف وزير خارجية الإنقلابيين إلى بريطانيا بتوقيف البيع، ومن جهة واحدة، وكذلك ما تم عن طريق هذا المحامي المغمور. وبالتالي أي فرد ولا أو إدارة أو حكومة أو مؤسسة تقدر أن تراسل دولة أخرى وتطلب منها توقيف بيع حتى قصر، ممكن قصر الملكة في بريطانيا، ولكن هي ليست وثائق. الوثائق تسمى وثائق إذا هناك وثائق من الحكومة الشرعية مثل وزارة الخارجية أو السفارة وهي طرف تؤكد أن هناك محاولة للبيع. ما هذه هي مراسلات تخصهم هم وتدينهم هم. أنا أعتقد فعلا كما تحدث الدكتور محمد جميح الموضوع مش بهذه السهولة للبيع والدخول في هذا، ولكن هناك محاولات لحرف الأنظار عن يوم التاريخي ويوم ميلاد اليمن والشعب اليمني يوم 26 سبتمبر. اليوم الشعب اليمني على يعني بكل شرائح بكل أحزاب ملتفة ضد المحاولة طمس هوية اليمن والاتجاه إلى إحياء هذه المناسبة التاريخية التي لم نستشعر قيمتها كما نستشعر اليوم. فهم يحاولوا أن يشعلوا نار هنا ودخان هناك إذا حرف الأنظار عن ما تم، ولكن الحكومة الشرعية والعالم متجه لاستعادة اليمن ولن يفرط بمبنى هنا أو هناك. طيب إذا أشكرك أستاذ عبد الوهاب طواف مستشار سفارة اليمن في بريطانيا. أعود إلى أستاذ محمد دكتور محمد جميح. دكتور يعني كيف يمكن أيضا من الفهم أن من بدأ في التحرك في هذا الموضوع على الأقل خلال الأيام الماضية هم أناس اتهموا الحكومة الشرعية والشرعية عموما بالقيام ببيع هذه الممتلكات، ثم الحكومة بالأخير وعبر ما تم طرحه أظهرت أنها من أوقفت هذه العملية أو تنبهت على الأقل لهذه العملية، كيف يمكن فهم سياق الأمر بالنسبة يعني بشكل عام بالنسبة للمواطن البسيط؟ دكتور محمد؟ العملية تمت بضغوط من قبل حسين العزي للحصول على ملكيات الممتلكات الدولة في الخارج الموجودة في دائرة المشتريات في وزارة الخارجية في مبنى وزارة الخارجية في صنعاء. وبالتالي عندما يعني كشف الأمر أرسلت الرسائل للبريطانيين هنا للاحتراز من قبل السفارة اليمنية في بريطانيا قبل أن تخرج هذه الحملة. عندما كشفت حملتهم أو محاولاتهم للبيع وقطع الأمر برسائل من السفارة اليمنية للحكومة البريطانية وبرسائل من السفارة اليمنية للحكومة اليمنية من أجل مخاطبة سفاراتها في العالم، عندما كشف الأمر وعندما أسقط في أيديهم لم يعد أمامهم إلا أن يشنوا حملة إعلامية على من أحبط هذه المحاولة لتشويه سمعته. وكان الأمر مضحكا للغاية لأنه يسعى لبيع منزل لا يملكه هو. يعني أنا اليوم أنا مستأجر في هذا المنزل على سبيل المثال الذي أسكن فيه، لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن أبيعه، لا يسمح لي القانون. هذا هو منزل السفير، مملوك للدولة والسفير بحكم المستأجر بحكم الموجود فيما لا يملك، وبالتالي لا يستطيع أن يبيع. لو أنهم بحثوا عن شأن آخر ليتهموا السفير به، أنا كما قلت لا أدافع عن أحد ولا حتى عن الدكتور ياسين سعيد نعمان، لكن أتحدث بالمنطق. لا يمكن أن يبيع ياسين سعيد نعمان هذا المنزل، وبالتالي لا يمكن أن يبدأ في هذه العملية. لكن لأنه كشف محاولاتهم شنوا عليه هذه الحملة، للأسف الشديد خربوا خبرا لأحد الناشطين وسرب هذا الخبر هذا الناشط، وبالتالي حصلت عمليات كوبي اند بيست أو نسخ ولصق لهذه الأخبار
وانتشرت كما هو معروف في عالم الفيسبوك وعالم وسائل التواصل الاجتماعي دون تمحيص، لكن هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يسمعها المشاهدون الكرام ويسمعها المواطن العادي من رجل ليس موظفا في الحكومة الشرعية وليس له منصب في الحكومة الشرعية، وإنما سمعت من الأطراف المختلفة، وهذه هي الحقيقة يعني. وبالتالي أنا أعتقد أننا عندما نقول الحقيقة فإننا لا ندافع عن الحكومة وإنما ندافع عن الحقيقة. أما الحكومة فإننا نهاجمها فيما فيه في مناطق أخرى فيها فساد، ونعم فساد كبير صحيح لا يمكن دفاع الحكومة فيه، لكن في هذه النقطة تحديدا ليس من العقل ولا من المنطق ولا من الأخلاق أن تشن مثل هذه الحملات المورضة التي يراد منها تسويه سمعة السفارة اليمنية في بريطانيا تحديدا، وتشويه أداء أيضا الحكومة اليمنية، وتشويه أيضا كما قال الأخ الأستاذ عبد الوهاب طلوها على المناسبة الوطنية القادمة التي يجب أن يحتفل بها اليمنيون جميعا من أجل أن يظهروا ولاءهم الجمهورية على حساب حصارات الحق الإلهي. هؤلاء هم الذين أسميهم ورثة سراق السمن والبيض، هؤلاء هم الذين سرقوا اليمن بأكملها. كيف يستكثر عليهم أن يقوموا بمحاولات ملتوية لسرقة ممتلكات الدولة في الخارج، وهم أغبياء يقومون بهذه المحاولات لأنها محاولات يائسة. نعم يمكن أن يبيعوا بعض الممتلكات داخل، لكن لا يستطيعون لأن الخارج محكوم بقوانين الخارج ولن يصلوا إليه، وإنما لأنهم أغبياء بدأوا في هذه المحاولة التي عندما كشفت شنوا على ما كشف هذه الحملة العدوانية الهمجية الواضح أنها أيضا هجمة إعلامية غبية. يعني هو يجب الإشارة دكتور إلى أننا حاولنا أن نتواصل مع نائب وزير الخارجية الأستاذ منصور بجاج لزيادة التوضيح حول التسلسل الزمني وما حدث بالضبط بشكل يعني مباشر من قبلهم حول هذا الأمر وهذا الموضوع بشكل عام، لكن لم يتجاوب بشكل يعني مناسب مع هذه الاتصالات. لكن على كل حال أستاذ دكتور محمد، يعني هناك من يتساءل أيضا عن من يعني الجهة التي كانت تريد الشراء، من يعني من يحاول شراء مثل هكذا ملكيات في دولة مثل بريطانيا؟ أنا حتى تكون في الصورة ويكون المشاهد في الصورة، أي منزل في بريطانيا عندما يسجل في دائرة معينة، لا أدري ما الذي يقابلها باللغة العربية، سجل عقاري، يسجل في السجل العقاري، هذه الممتلكات مسجلة في السجل العقاري لاند ريجستري في بريطانيا يسمونه، بأسماء إما الشخصيات الاعتبارية كالدول وغيرها أو الأفراد، وهذا المبنى مسجل باسم شخصية اعتبارية وهي الدولة اليمنية. الدولة اليمنية هي التي يمكن أن تبيع أو أن تتصرف. هذه الدولة اليمنية لابد أن تكون ممثلة بالخارجية بإعادة الخارجية إلى سفيرها في لندن أن يبيع، وبالتالي إذا ما تمت عملية البيع فإن الأموال لا تذهب للحساب الخاص، لأننا هنا محكومون بقوانين في بريطانيا، وبالتالي لا يستطيع أي كان أن 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 يبيع هذا المنزل إلا بأمر من الخارجية اليمنية في الحكومة المعترف بها دوليا. أما أن يقوم السفير نفسه بهذه المحاولات هذا لا يمكن أبدا أن يكون، ولا يمكن لمحامي من المحامين، العملية معقدة وصعبة، لا يمكن أن يقبل المحامي أن يقوم بهذا الدور إلا إذا استلم كل الأوراق وكل الوثائق، ومعروف أن الوثائق لا يمتلكها السفير اليمني في لندن، وإنما هي موجودة في مبنى وزارة الخارجية في صنعاء التي يحاول الحوثيون الحصول عليها من أجل توهم إمكانية القيام بعملية لعب هنا أو هناك من أجل بيع، وإلا فإنه للحكومة الشرعية في وضعها الحالي والانقلابيون أيضا يستطيعون التصرف بأملاك الدولة على ما أعتقد في هذه الأوضاع المقربة في البلاد. إذن أشكرك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. وفي نهاية هذه الحلقة يجدر التنبيه لأن حاولنا التواصل مع مسؤولين مباشرين في وزارة الخارجية للخروج وللتحدث حول تفاصيل ما جرى بشكل أكثر استفاضة وبتفاصيل متسلسلة زمنية أكثر، لكن لم يتم التجاوب معنا في ذلك. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل ماهر أبو المجد منتج الحلقة، وهي أيضا من جميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.